التكتل الأوروبي يرحب بوافد جديد بعد الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن مقابل رفض طلبين لرومانيا وبلغاريا. الضوء الأخضر صدر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل لتصبح كرواتيا العضو 27 في هذه المنطقة الشاسعة. الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أكدت رسميا انضمام كرواتيا اعتبارا من الأول من يناير 2023. تهانينا الكبيرة لكرواتيا لعضونا الجديد في شنغن. لقد كانت منذ بداية رئاستنا لمجلس الاتحاد الأوروبي واحدة من أعلى أولوياتنا وأكبرها. لقد فعلت كرواتيا كل شيء حقا لوجودها في شنغن. وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش أعرب على تويتر عن سعادته بالقرار مشيرا إلى أن الأمر سيكون مفيدا للجميع. من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما بسبب مشكلة المهاجرين غير النظاميين، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا بسبب ملفي الفساد وحقوق الإنسان. عندما يتعلق الأمر بانضمام رومانيا وبلغاريا فإننا لسنا متحدين، وهذا يجعلنا ضعفاء للغاية، وهذا يحزنني أيضا. وانتقدت رومانيا وبلغاريا القرار الذي وصفتاه بأنه غير مبرر ويهدد الوحدة والتماسك الأوروبيين.